خلينا نقول لكم دائما وابدا اوقات لا ننساها ابدا بنقضيها مع الموسيقى والغناء والمنافسه والتسليه مع مواهب الاطفال الثمانيه من كافه البلدان العربيه، وطبعا دائما عبر الشاشه الاولى شاشه ابو ظبي الاولى. اما ضيفتنا فهي اضافت للفن العربي اغنيات ناجحه وحضور محبب بمشوار فني بزغت فيه كالشمس. رحبوا معاي بضيفة السهر الصغار لهذه الليلة، النجمة المتألقة دائما شمس الأغنية العربية نجوى كرم. اهلا وسهلا ومرحبا. خلصتوا؟ طيب خلينا نرحب بفناتنا. اول شيء الشمس وايد ساطعه هني، ممكن تزين شويه هني خلينا نعرف نشوف. يا هلا. يا وايد شمس الاغنيه انت وايد ساطعه كثير. اهلا وسهلا فيك اول شيء، بدايه معنا برامج ستار صغار. وتالق وتالق ما شاء الله، يعني مو بغريب عليك دائما وابدا متالقه فيك المسرح، بس ولعتيني المكان. خفي شوي من اللايت. لا لازم نولع، بدنا نولع ولا لا؟ يعطيك العافيه واهلا وسهلا. بدايه لما احنا عرضنا عليك قالوا لي انت وايد حبيتي فكره ان اطفال
راح يغنون لك اليوم. شو الشعور الحلو لما كنت صغيره كنت تغني لعمالقه الفن واليوم الاطفال راح يغنوا لك انت؟ يعني ما في احلى منها. وبعدين بالتلفزيون بتكون جديه اكثر للاولاد. احنا كنا نلعب مع بعضنا، نغني، نمزح، نعمل مثل مسرح ونقعد نغني بين بعض. بس هلا الموضوع جدي اكثر، واكيد هلا هني مش رح يشعروا بالمسؤوليه لانه صغار. وانا بتذكر انه لما كنت صغيره ما كنتش اشعر بالمسؤوليه، بس اكيد رح يكونوا كثير مهضومين ورح يغنوا كثير حلو، لانه دائما الطفوله شو ما بيطلع منها بيطلع منها بريء وحلو وجميل. تحبين تقضين اوقات طويله مع الاطفال نجوى؟ كثير. طيب اليوم راح نعطيك اليوم ساعة ونص كاملة تقدم مع أطفال تسمعينهم يغنون. الله يسترك ما يأخذ دورك بعد شوي. أيوة أنا عارف إن في تخطيط لإزاحتي، لكن ما عليه. راح نشوف الحين أنا والأطفال راح نسوي الحين. نجوى شمس الغنية تفضلي، يعطيك العافية. عشنا وشفنا الزمن كيف يدور، وشفنا الشمس تطلع المساء، لكن يلا ما عليه، شمس الاغنيه حاضرينها. بنتوجه اليوم لاطفالنا، احنا بتجي رحلتنا مع الفرح، مع السوالف الطيب، مع الضحك، مع الغنى. والحين راح نروح لكنزي من مصر. ازيك يا كنزي؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله. انت منين؟ من مصر. من فين في مصر؟ مصر. من فين في مصر؟ مصر. ها؟ مصر. مصري بس ها؟ طيب على راحتك. انت انت بتحبي تصير لما تكبري دكتوره؟ حتى حتعلقي بابا وماما. يا اخي اللهجه المصريه صعبه بعض الاحيان. حتعلقي بابا وماما؟ لا. حتعلقي مين؟ حتعلقيني انا؟ لا. حتعلقي نجوى؟ لا. منو؟ مين حتعلقي مين؟ حتقعدي نفسك؟ لا. الله، تصير دكتور على الفاضي؟ العيان، العيان، المريض. العيان؟ العيانين؟ لا. بعد؟ منو بتعالجين بالضبط انت؟ لحظة، بعد لا؟ لا برضه. لا برضه؟ طيب جاية مع مين؟ مع بابا وماما. لا، قصدي بابا وماما. أهلا وسهلا فيكم معنا أول شيء في ستار صغار. نعم؟ مع بابي وحمزة. بابي وماما؟ لا لا، مامي وحمزة وبابي لا، الموضوع كبير. أول شيء نقول أهلا وسهلا فيكم يا ست كنزي. ثواني نكلم بابا وماما. طيب قولوا لنا شو الكنزي في البيت؟ كنزي شقية شوية في البيت. باين لها. تخبرني؟ يعني ما يغركش السكوت اللي هي سكتها دوت، يعني فظيعة في البيت. وعاشة جو الدكتورة ولا لا؟ يعني عندها سماعة بتاع الدكتورة، وعندها جهاز ضغط، وعندها جهاز سكر، عندها كل حاجة بتاع الدكتورة. طيب شو بتخبرنا عنها؟ شو من مواقف صارت وياكم؟ أنا كنت في الجراج بسخن العربية. أيوة. ومدي ظهر العربية بعمل حاجات، يعني مدي ظهر العربية والعربية دايرة. يعني كان عندها قد حمزة كده سنة ونص، يعني لقيتها جابت الغيار، جابت على الدي والعربيه مشيت، فضلت ماشيه وانا مش واخد بالي العربيه خرجت من الجراج وفضلت ماشيه. يعني ما شاء الله. خرجت على باب الجراج ببص لقيت ناس واقفه يعني بتضحك وبتتفرج على البنت عندها سنه ونص سايقه العربيه، ما حدش فكر يوقفها يعني. الله الله الله. لهالدرجه؟ يعني العربيه ما وقفتش الا لما خبطت في الحيطه بقى ووقفت. يعني شعليت يا كنز، انت عايشه حياتك والله قسما بالله، تسوقين في الناس. انت كيف كنت شقيه نجوى في طفولتك ولا لا؟ والله ايه، بس مش بهالعمر، كنت عم سوق السياره 14. انت 14؟ هذا سابقيننا باجيال يا كنزي. نعم. زيك؟ الحمد لله. لا والله. طيب انت بتحبي ايه تعملي؟ بحب مامي وبابي. ونجوى كرم؟ برد. وسعيد المعمري؟ برد. الحمد لله يا ربي. طيب هي فكرت فيني انا يعني، لكن يلا مش مشكله، نعديها على خير. طيب بتحبي تعملي ايه؟ تلعبي ايه؟ بلعب لعبه. لا ما شاء الله، تلعبي لعبه غريب. وشو هالالعاب هذه؟ لعبه. ايه هي لعبه كده مطبخ. لا اله الا هاي البنت اللي مش عارفه اطلع منها كلمه. طيب بتحبي تاكلي تطبخي؟ تطبخي ايه؟ بيت. تطبخي بيت؟ تطبخي بيت؟ بيت ولا بيض؟ انا خافك ما سمعت غلط. لا انا نيس. ها؟ نيس. شكلي الموضوع في مكان ثاني. مكان كنزي حتغني؟ خلي مشي امور بعد. حتغني ايه؟ نجوى كرم. نجوى كرم. طيب غني اللي عاوزه تغنيه. طيب خليكم مع
كنزية من مصر. معاش من زعلك يا غالي ومعاش من يشغلك يا غالي، معاش من زعلك يا غالي ومعاش من يشغلك يا غالي، ما عندك موت وقلبي عندك يسألني، هدفع عمري بس أجيبك بتهني، اضحك للدنيا يا حبيبي الدنيا بتضحك لك، معاش من زعلك يا غالي ولا عاش من يشغلك ليالي، انا عارفك موت وقلبي عنك اسألني، انا ادفع عمري بس اشوفك متغني، اضحك للدنيا يا حبيبي الدنيا بتضحك لك. حلو يا كنزي، وين رايحة وين رايحة؟ أنت قاعدي مكانك الله يخليك، كنت فاهم معاك. نجوى شو رأيك بصوتها؟ بتجنن، بكفي مهضومي وعنده جرأة. طيب كنزي، نعم، بتحبي نجوى؟ سميتك نجوى يا ابن نجوى بس على المصري يعني، بتحبي نجوى؟ طيب روحي سلمي عليها يلا. كنزي رايحة فين يا تعالي يا كنزي، الله تعالي، احنا ما خلصنا شغلنا، نطلب تصويت الحين، اروح الجمهور الكريم يطلبونكم الحين تصويت لكنزي من مصر، سهل تكون نجمة ستار صغار لهذه الليلة ولا لا؟ عبر الأجهزة اللي موجودة معاكم من 1 إلى 9 حسب الدرجة اللي تشوفون كنزي تستاهلها، اتفضلوا. كنزي حتفوزي؟ لا في المايك، لا قولي في المايك، عاوزة تفوزي؟ اه ها؟ لا هتفوزي؟ طيب خير، يعطيك العافية كنزي، تفضلي، شكرا.